نروح لواحد يعني عضو رابطه الانديه الحاج عامر حسين. تحياتي ليك يا حاج عامر. يا كابتن وسام، ازي حضرتك؟ كله النهارده ما شاء الله، الشكل النهارده حاجه جميله وبدايه مبشره. الحمد لله، الحمد لله، ربنا كرمه وبدانا بدايه كويسه، يبقى الشكل كويس الحمد لله. النهارده من ضمن القرارات اللي قالتها الرابطه ان شاء الله، او الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه كمان، دخول 2000 مشجع في بدايه الدوري، الاعداد ممكن تزيد بعد كده 2000، ده شيء جيد. آليه الدخول بقى حاج عامر واحنا بنتكلم ان في خطوه زي دي، خطوه مهمه ان شاء الله، لو حققت نجاح في البدايه اكيد هنشوف اعداد كبيره بعد كده، لكن الاليه مهمه جدا. طبعا اهم حاجه الاليه ان احنا نساعد الامن على طريقه الدخول والخروج عشان سهوله حضور الجماهير، لان احنا طمعانين طبعا في عدد اكبر من كده، انما عشان نطلب العدد الاكبر لازم احنا نأجل الواجب اللي علينا. الصوت بس يا حاج عامر. وشروك الجماهير. هيكون في تعاون مع احد المؤسسات علشان دخول الجمهور؟ ان شاء الله، زي ما كان حصل في فرقة الامم الافريقيه عن طريق تذكرتي ان شاء الله، وهيبقى في اجتماع قريب عشان الاليه دي يتم اعلانها، وهيبقى في اجتماع مع ال 18 نادي عشان برضو نرتب كلنا مع بعض طريقه الدخول، لان احنا المنظومه كلها عايز التجربه دي تنجح، عشان احنا طمعانين طبعا في عدد زياده وفي وقت سريع يعني. يعني ان شاء الله مع اول مباراه في الدوري الممتاز او الاسبوع الاول هيكون ان شاء الله الجماهير متواجده في المدرجات. ان شاء الله مع اول مباراه ان شاء الله. ان شاء الله. النهارده شفنا جدول المسابقه. النهارده حته تحديد بقى الملاعب والمواعيد ما شفناهاش النهارده، هل برضه سيتم لاحقا الاتفاق مع الانديه او مع الامن في حته المواعيد والملاعب؟ لا، المواعيد احنا بنحددها في مسابقات، انما الملاعب كلها حددت الملاعب. في مشكله بس في نادي واحد، نادي المقاصه، ان هو جايب بالفيوم وتليفونات بني سويف. طبعا دول مش جاهزين للفار وبعض الامكانيات الاخرى مش موجوده فيها. فالنهارده احنا بلغنا المندوب الاستاذ وليد البهويدي، كابتن وليد، ان هو يشوف ملعب صالح بديل في كل الامكانيات عشان نقدر يبقى الشكل كويس. تمام. النقطة المهمة جدا اللي أكيد اللي هتسأل عليها الأندية، وخاصة الأندية المشتركة في أفريقيا، الأهلي الزمالك، النهاردة بنتكلم أيضا عن بيراميدز والمصري في الكونفدرالية، حتة ترتيب مواعيد المباريات، المباريات الأفريقية اللي موجودة في مصر قبلها بكم يوم ممكن الأندية بتلعب، وأيضا المباريات الخارجية ممكن الأندية بتلعب قبلها بكم يوم يا حاج عام. يعني احنا بشكل عام كده عملنا توازن، ان احنا عشان نبعد عن الانديه تلعب بين المباريات في دور الثمانيه وقبل النهائي اللي فيها خروج المغلوب ما فيهاش تعويض، عشان ما نلعبهمش في بين المباريات ديت، قلنا هيلعبوا بين المباريات فقط في دور المجموعات. الفتره اللي فيها دور المجموعات هم بس اللي هيلعبوا بين المباريات الافريقيه، بين المباراه والمباراه على حسب اللي هيلعب بره يجي يلعب على رابع يوم، فبالتالي قبل المباراه اللي هنا هيبقى على ثالث يوم. يعني النهارده المباريات الخارجيه هيكون على الاقل قبلها 4 ايام، صح كده؟ يعني يرجع يلعب رابع يوم. يرجع يلعب رابع يوم. وقبل الماتشات اللي هنا يلعب افريقيا على ثالث يوم، يعني يلعب قبلها بثلاث ايام. تمام. جدول قبل كده يا حاج عامر كنا بنشوف بس بتاع دوري المجموعات عشان ما نضغطهمش في دور الثمانيه والدور قبل النهائي. يعني ده بدايه من دوري المجموعات. ايوه. تمام. كنا قبل كده الموسم اللي فات كنا بنشوف الجدول مضغوط بشكل كبير، يعني استحالة أي لاعب في العالم يستحمل الجدول اللي احنا كنا بنشوفه كل 48 ساعة، من الممكن نشوف الجدول ده تاني السنة دي برضو في ظل احنا بنتكلم عندنا ارتباطات دولية كتيرة، بطولة العرب، كاس أمم، تصفيات كاس عالم، الجدول وشكل الجدول هل ممكن يرجع يبقى مضغوط تاني، ولا ممكن يبقى فيه أريحية برضو علشان الراحات واللعيبة والكلام ده كله؟ يعني احنا شرحنا للانديه ان احنا طبعا في مشاركات كتير، فبصفه عامه احنا لو في مباراتين بيلعبوا على ثالث يوم الثالثه لازم تتلعب على رابع يوم. مظبوط. مفيش اكتر من مباراتين تتلعب على ثالث يوم. والفتره بتاعت بدايه الدوري هي من يوم 25، طبعا الانديه جايه مش فتره اعداد ولسه مش داخله الفورمه. تمام. فهنلعب على طول على رابع يوم، مش هنلعب على ثالث يوم خالص. وده شيء ممتاز جدا، ده شيء ممتاز جدا، وشيء كمان رايت الاجنده بتاع شهر 11، يعني ثلاث مباريات هنلعبهم قبل الاجنده بتاع شهر 11 اللي هي انجولا والجابون، هنلعب على رابع يوم مش ثالث يوم.
تمام، وده شيء جيد. وحضرتك تتكلم عن الأجندة الدولية بقى كروش، عايز أسألك أكيد كروش برضو الجدول اللي حضرتك بتحطوه لجدول الدوري الممتاز، التوقف الدولي اللي جاي هيبقى يوم 7 أو 8 نوفمبر، النهاردة أكيد كروش طالب مباريات دولية، كم مباراة ممكن يكون كروش حاططها في حسابات الرابطة علشان برضو أكيد الدوري هيتوقف علشان عايز يعمل مباريات دولية أكتر للاستعداد والتعرف على لاعبي المنتخب؟ الأجندة من 8 ل 16 أجندة رسمية، انت هو بيحب ياخد يومين قبل، يعني قبل الاجل. يعني قبل 8 هيبقى في يومين بس. لانه طبعا الفتره دي مش هيقدر يلعب مباراه وديه طبعا، هو كان عايز بس عشان هو لسه جاي جديد، عايز يعرف الفرقه كلها ويشوف اللعيبه كلها. انما ده الدوري هيبقى شغال خلاص، هيشوف الفرقه كلها وهيبقى في مباراه قويه، يعني الدوري بدا الجدول مباراه قويه جدا، فبالتالي هتبقى فرصه ليه ان هو يشوف اللعيبه كلها. يعني اخر مباراه في الدوري هتكون يوم 5 نوفمبر، وبعدها من يوم 6 مستر كروش يجمع لعيبه المنتخب بتاعه لغايه ما يكونوا الدوليين المحترفين في الخارج، يعني من يوم 8 طبقا للاجل. مشكله القيد الافريقي بقى يا حاج عامر، الدوري هيفضل لشهر 8، حته الانديه دلوقتي اللي لسه ما قيدتش اللعيبه بتاعتها زي النادي الاهلي، القيد هيتكرر برضو في السنه الجايه ولا الاخبار ايه؟ لا ان شاء الله الامور دي عايزه بقى، عايزه حلول ثانيه وعايزه امور مع الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي نفسه كابتن اسامه. يعني تخيل ما حددش السوبر الافريقي لغايه دلوقتي، والاتحاد الدولي ما حددش كاس العالم للانديه لغايه دلوقتي. ده طبعا اللي خلانا ان احنا ما نطلعش الجدول كامل، يعني هنطلع بس لغايه امم افريقيا، بعد كده نكمل الباقي لما ينزلوا الاصابتين دول. احنا ان شاء الله في النهايه كده بنتمنى لكم كل التوفيق يا حاج عامر، يعني المهمة مش سهلة، المهمة صعبة، لكن انتوا ان شاء الله قدها ودود، وان شاء الله يعني تحطوا الكرة المصرية على المسار الصحيح. حاج عامر حسين عضو رابطة الأندية، بنشكرك شكرا جزيلا.